لا يزال الخير حيا لا يزال، إن في الدنيا سلاما وظلال، أخبر الأيام أنها في هذا البصر. لو تصور الإنسان لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل وعرض في عرصات يوم القيامة وقال الله له: أما تستحي يا عبدي ترى الأعمى الذي لا يبصر وأنا نورت لك هذا البصر تنظر به إلى محارم. هذه المعصية الواحدة قد يراها الإنسان، معصية واحدة فقط أو مشهد واحد أو مقطع معين من فيلم يدعو إلى محارم الله، قد يغضب الله عز وجل على عبد غضبا لا رضا بعده، نسأل الله السلامة. وقد ينطفئ نور الإيمان في القلب فيصبح القلب مظلم إلى لقاء الله عز وجل. المعاصي خطيرة يا إخوان، المعاصي تميت القلوب وتطفئ نور الإيمان من القلوب. الله الله، إذا جئت يوم القيامة ووقفت بين يدي الله عز وجل وعرضت عليك هذه المشاهد ما تخرج منها مشهد واحد، فقلعت هذه العين بمسامير النار وكحلت لكحل النار، وجد الإنسان عندها لذة هذه الشهوات. ثم يسأل الإنسان نفسه سؤالا صادقا: يا أخي اسأل نفسك، ما الذي جنيت من هذه المشاهد؟ ما هي الثمرة؟ ما هي الفائدة؟ طيب رأى الواحد تمتع، لكن إيش العاقبة؟ كتبت في الصحيفة حتى إذا جئت في عرصات يوم القيامة عرض عليك الكتاب وإذا فيه هذه النظرة التي لا ترضى الله عز وجل عنك. يقولون عن رجل أنه كان من طلاب العلم وكان مع أحد العلماء، فذات يوم كان هناك غلام نصراني والعياذ بالله كافر، وكان الغلام له صورة جميلة، ففتن هذا طالب العلم فنظر إليه، فلما نظر إليه النظرة جاء الشيخ ورآه ينظر، فقال لي: لماذا تنظر؟ الشيخ يقول للطالب: لماذا تنظر؟ فكف الطالب، فقال الشيخ للطالب: والله لتجدن أثر هذه السيئة ولو بعد حين، يعني سيعاقبك الله عليها ولو في آخر حياتك. يقول هذا الطالب: فما زلت أنتظر هذه العقوبة؟ فمكثت 20 سنة. هذه القصة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين، يقول: مكثت 20 سنة وأنا أنتظر العقوبة، وإذا بي في ليلة من الليالي نمت وهو حافظ القرآن، فأصبحت فأنسيت كتاب الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. الذنب قد يستهين به الإنسان في جنب الله، لكنه عظيم. ولذلك قال بعض السلف: لا تنظر إلى ما عصيت به، ولكن انظر إلى من عصيت. النظرة الواحدة قد تدن حياة الإنسان كلها، نظرة إلى الحرام واحدة. فالله الله أخي في الله، أنا ما أقنطك من رحمة الله ولا أيأسك من روح الله، ولكن أبشر بكل خير، أريد منك دمعة تدمعها على ما فات من هذه الأفلام. أريد منك يوم تجلس لوحدك في غرفة وتتذكر وتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. أي خسارة بنيت فيها؟ الله أعطاني البصر وأعطاني هذه النعمة ونظرت إلى الحرام، كم فيلم نظرت وكم مشهد رأيت، كيف ألقى الله فتحترق من داخل قلبك حتى تدمع، ولعل هذه الدمعة تغسل ذنوب العمر. أريد منك هذه الدمعة وأنت خالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وعد من دمع هذه الدمعة أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال في السبعة: نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أي من خشية الله عز وجل، فادمع هذه الدمعة. وصيك أخي الأمر الثاني أن تقلع عن هذه المعاصي وأن تبتعد عنها، والله سيعينك. والله ما عقدت في نفسك أنك تتوب عن شيء إلا وفقك الله، والشيطان يأتيك يقول لك: لا أنت فعلت، أنت رأيت كثير، لا ما تتوب. والله لو غرق الإنسان في المعاصي من أخمص قدمه إلى شعرة رأسه وأحسن الظن بالله فالله يعينه، والله يوفقه. هذان الأمران اللذان أدعوك إليهما: ترك المعصية والندم على ما كان منك فيها وحسن الظن بالله، وأسأل الله العظيم أن يبدل إساءتك حسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والله.